والله بس احنا اربع نفر بس احنا بني ادم لا ترد نطلع والله معاملات تعب كنا بفصل واحد خويا خويا الشمس حاره بدور عليك الخطره هاي الحاره واقفين بيها تعلي بامك الطاهر ويا الشمس حارة والله العظيم كتلتنا الشمس الله يرفع عنا رحم الله والديك وش يودينا سياراتنا بعاد والله العظيم على كشفوف العباس الطنياهن وقدر هاي الموقف ما وقفتنا بالشمس وانت خليكم مكاننا ما بنعمي شوف حرتهم وينزل علينا الله اكبر عليهم. ما استاذ رحم الله والديك. الله يستر عليك. بعد وقت كذا وين الثاني؟ ها؟ بعد ربع ساعة وين الثاني؟ يحمسنا حمس؟ الله لا يوفقك بس هو ابن ابو محمد. ليش عم يحمسنا حمس؟ ليش؟ الله يقبلها. يحمسكم حمس ليش؟ دايم؟ خلط الله على راسكم. الله لا يوفقكم ان شاء الله. هذا الذل هذا الذل الموظف نايم والمواطن القطعة الخارجية الذب عليه بعد شنو أكثر من ذل هذا وخلونا خلونا نطلع نقول هيهات منا الذلة يا ذلة يا ذلة لعد هذا شنو هذا شنو هذا نسكافيه هذا الحليب بالشوكليت هذا مو ذل هاي حلاوة طحينية هاي دهينة أبو علي هذا مو ذل جماعة هيهات منا الذلة هذا مو ذل موظف نايم أثناء الدوام ما ينطيهم معاملاتهم وهم القطعة الخارجية مال السبلة تكفخ عليهم ودرجة الحرارة شنو الذل بعد شنو الذل